من طوكيو ينضم الينا دكتور طلعت سلام الكاتب والباحث السياسي. بعد التحية دكتور طلعت، عقاب جماعي لكل سكان قطاع غزة في كافة المناطق، وضع إنساني بحسب الأمم المتحدة يعتبر وضعا كارثيا، برأيك يعني كيف يمكن أن يسير الاستهداف الإسرائيلي والتضييق الخانق على قطاع غزة في الأيام القادمة دكتور طلعت؟ تحياتي لك أستاذ حساني، ويسعدني الانضمام إليكم، ويسعدني التحية لجميع الإخوة والزملاء في قناة القاهرة الإخبارية، والتغطية المتميزة للأحداث في غزة. واسمح لي سيادتك، فإننا أمام هولوكوست تنفذه إسرائيل في حق الشعب الأعزل والمواطنين في قطاع غزة، أمام مرأة ومشهد من العالم أجمع، وكأن العالم كله تواطأ على إبادة شعب يقاوم من أجل الحياة ويقاوم من أجل حقوقه الشرعية والدولية والقانونية التي كفلها القانون الدولي، ولكن لم تعد هناك أعراف دولية ولم يعد هناك قانون دولي، فقد سقطت كل المواثيق وسقطت كل الأعراف الدولية أمام الإبادة الجماعية وأمام هذا الهولوكوست الذي تنفذه القوات الإسرائيلية الغاشمة التي لا تعرف للإنسانية معنى. ونشاهد على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وكل من خرج بتصريح يدعم القضية الفلسطينية ويدعم الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة نجده يتراجع. فهذا ماكرون الفرنسي الذي حينما صرح بأن الأعمال الإسرائيلية إلي أعمال إبادة جماعية يتراجع في قراره أيضا، وأيضا رئيس الوزراء الكندي. فنحن أمام هجمة ممنهجة باتحاد دولي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن العالم كله أصبح في انبطاح للقرارات الإسرائيلية الغير أخلاقية والغير إنسانية بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية. وبذلك نلمح أن القوات الإسرائيلية لن تتراجع ولن تستجيب حتى في القمة العربية التي عقدت مؤخرا النداءات والشجب لكل ما تقوم به من أفعال غير أخلاقية وغير إنسانية، وبالتالي ستستمر إسرائيل في هذا الحصار الخانق وهذا التدمير الشامل وإبادة جماعية أمام مرأة من العالم أجمع، وإبادة الأطفال لأجيال قادمة. لن يشهد قطاع غزة الأجيال القادمة وجود حتى في الحياة الإنسانية. نعم، يعني سيد طلعت، في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن قيلت جملة أن مجلس الأمن لم يعد يخدم الأهداف التي أنشئ من خلالها، برأيك لماذا؟ نحن الآن أمام ازدواجية معايير يا سيدتي في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والقانون الدولي والأعراف الدولية، وبالتالي حينما يقف مجلس الأمن اسمح لي دكتور طلعت ونحن نحدثك اسمح لي طبعا كما تتحدث معنا حول أن هناك يعني إبادة جماعية حقيقة في هذه اللحظات، الاستهداف مستمر، وفي قطاع غزة مع ظلام الليل دائما ما تقوم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذا القصف المتعمد والاستهداف، كما نرى برغم هذا الظلام نرى أن القنابل الانشطارية التي تسقط على قطاع غزة تضيء هذا الظلام أو تضيء ليل قطاع غزة طبعا في أكثر من منطقة. يعني دائما ما يستمر هذا من خلال الجو بالطيران الحرب الإسرائيلي والبر بالمدفعية وذارق الحربية أيضا. طبعا في اللحظات الظلام تستخدم إسرائيل ما يسمى بالقنابل الضوئية التي تضيء الأماكن التي تريد أن تستهدفها، يعني بتقارير تتحدث على أن إسرائيل تستخدم حوالي 3 قنابل ضوئية يعني مضيئة تحاول أن تستكشف هذه الأماكن. نستمع الآن إلى أزيزي طائرات الاحتلال الإسرائيلي وتقذف الأماكن المختلفة، قنابل متعددة العدسات، هذه القنابل تصدر موجات ضوئية في عدة اتجاهات بصورة تشل القدرات المختلفة في المناطق التي تسقط عليها، وبالتالي تصاحبها يعني هذه الانفجارات المتتالية. تفضل دكتور طلعت.
أعود لسيادتك في هذه النقطة، وقبل أن أتحدث عنها اسمح لي، فمجلس الأمن حينما ينعقد المرة والأخرى فنحن نلمح ازدواجية في المعايير فيما يخص قطاع غزة والإبادة الجماعية، ولم يستطع مجلس الأمن حتى الآن إصدار قرار بإدانة إسرائيل أو بإدانة هذه الإبادة الجماعية، لم يستطع أحد أن يتفوه بكلمة واحدة، وكأن أصبح مجلس الأمن تابعا للإرادة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية. وكما تشاهد سيادتك الآن من القنابل الضوئية التي يتم إلقاؤها على قطاع غزة لتحديد الأهداف المحددة التي يريدون استهدافها، فقد زودت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل مؤخرا بتلك القنابل لتقليل الهجمات على أو لتحديد الهجمات لتكون محددة بشكل كامل على المناطق التي يريدون استهدافها. ولكن أنا حتى هذه اللحظة لا أعلم لماذا مجلس الأمن لا يستطيع أن يصدر أي قرار، يعني لماذا للدول الأوروبية راعية السلام المتحدثة والناطقة بلسان السلام أن تتحمل كل هذه الانتهاكات؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار، ولكن نصطدم بالفيتو الأمريكي حينما تطلب الصين ذلك، فما الذي يحدث تحديداً؟ مجلس الأمن أصبح تابعا في سياسته الآن ولسياسات ولكل آرائه الآن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحكم في كل المشهد السياسي الآن في قطاع غزة، فهي التي تحاصر قطاع غزة وهي التي تمد إسرائيل بالسلاح، وبالتالي بايدن يراهن على دعم منظمة إيباك اليهودية التي تدعم مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن مقبلون الآن على مراحل انتخابية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير الرئاسة الأمريكية، وبالتالي فإن مجلس الأمن الآن عاجز تماما، وحينما تتقدم الصين بطلب فيجب هناك اشتراط لمجلس الأمن لتبني هذه القرارات وعدم إصدار فيتو جديد، وهو أن تكون مسودة القرار من الدول التي تتقدم به أولا هي إدانة غزة في إدانة مجموعة حماس في الأعمال الإرهابية والتي وصفوها بالإرهابية والتي وصفوها بالإسلامية أيضا فيما جرى في 7 أكتوبر الماضي، حينما لا توجد هذه العبارات في مجمل المسودة المقدمة لمجلس الأمن، فبالتالي تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية قرار الفيتو هي وبعض الدول الأخرى مثل إنجلترا، وبالتالي نلمح أن قرارات مجلس الأمن الدولي أصبحت الآن وهي وأصبح مجلس الأمن يجب إعادة هيكلته من جديد، لأنه لم يعد يخدم الإنسانية ولم يعد يخدم القرارات الدولية، ولكن أصبح مسيسا أيضا لإسرائيل وأصبح مسيسا أيضا لمجموعة إيباك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، فلم نلمح إلا الدعم الأمريكي ودعم الاتحاد الأوروبي المتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية في عدوان إسرائيل على قطاع غزة، وبالتالي نحن أمام منظومة انهيار للقانون الدولي وانهيار للشعارات التي كانوا يشنفون بها أذاننا ليل نهار عن الحرية وعن الإنسانية وعن المساواة وعن 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 كل هذه المنظومات قد سقطت الآن أمام قطاع غزة، وسقط العالم أيضا في هذه، وتسببت إسرائيل أيضا والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في هذا السقوط المزري، وبالتالي نحن في حاجة إلى إعادة هيكلة للقانون الدولي مرة أخرى من جديد.